أرحب بجميع السادة الحضور من الكادر المتقدم للوزارة وأبنائنا الطلبة المتفوقين، وأقدم شكري الجزيل لدولة السيد رئيس الوزراء على دعمه المستمر للوزارة. الحقيقة الوزارة لم يكن لها أن تحقق هذا الإنجاز لولا الجهود الاستثنائية التي بذلت من قبل جميع الأطراف التي دعمت العملية الامتحانية والتربوية بإطارها العام. تشكلت لجنة عليا ساندة من عدد من الوزارات وواصلت الليل بالنهار مع اللجنة الدائمة للامتحانات من أجل العبور إلى بر الأمان فيما يتعلق بالموضوع الأكثر أهمية عندنا اللي هو موضوع العملية الامتحانية. أيضا دولة الرئيس كان داعم لنا فيما يتعلق بقضية المناهج والمستلزمات المدرسية، والآن هو متبني خطة شاملة لبناء 3000 مدرسة بواقع 1000 مدرسة سنويا لمعالجة الخلل الذي تراكم منذ السنوات السابقة. أصر دولة الرئيس على التكريم بنفسه رعاية لكم واحتفاء بكم واهتماما منه بأهمية رعاية المتفوقين. لذلك أكرر شكري لدولة الرئيس، ولا أريد أن أطيل، أترك الحديث لدولة السيد رئيس الوزراء ليتحدث لأبنائه المتفوقين. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. أولا أبارك لكم جميعا وعوائلكم ومحبيكم وللشعب العراقي كافة، ولنا ولأنفسنا ولوزارة التربية وكذلك للسيد الوزير الذي أعلن مدى المشغولية. يعني اليوم هو يدير وزارتين مهمتين في العراق ويتحمل أعبائهما، وأن نخرج بهذه النتائج المتميزة وهذا العدد الكبير من المتفوقين في هذا العام مما له دلائل عظيمة بالنسبة لنا. حقيقة أنتم الأمل، أنتم المستقبل، أنتم الذي سيبنى بكم العراق الجديد، أنتم الخميرة التي تنتج عيشاً وخيراً والتي يعتمد عليها كل شيء آخر. إذا توفر العلم وتوفرت المعرفة وتوفرت الكفاءات، كل الأشياء الأخرى تذلل وتصبح ميسورة وباليد. بالعلم تقدمت الأمم، وأنا عدت للتو من المرحلة الثالثة لعمليات إرادة النصر التي تجري اليوم في نينوى وفي إديالة، وذهبنا منذ الساعة 4 صباحا، وهكذا نجتمع سوية. يعني العلم يجتمع مع المقاتلين الأشداء الذين يطهرون الأرض من دنس داعش. معارك التحرير كانت معارك عظيمة قدمنا فيها تضحيات وشهداء، ولولا هذه التضحيات وهؤلاء الشهداء ما جلسنا اليوم نحتفي بالمتفوقين ونحتفي بالنتائج النهائية للدراسة. هذا الاستقرار وهذا الأمن هو شرط أساسي لحقيقة تقدم دور العلم وتقدم الدراسة في بلدنا، تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي وتقدم البلاد. الأمور تدفع بعضها البعض الآخر وهي حلقات متواصلة، فقدان أي حلقة فيها سيعني انكسار السلسلة، وانكسار السلسلة لا يقود إلى نتيجة، وإنما حقيقة يحصل كما حصل بالعقود الماضية من دمار، من حروب، من قتل، من عنف، من تراجع على كافة المستويات. يجب أن نقر أن التعليم في العراق تراجع كثيرا مقارنة بعقود ماضية كان فيها العراق حقيقة محط أنظار الجميع. كانت الدول العربية كافة تنظر إلى العراق وتأتي إلى العراق للدراسة في كافة المراحل. في أيامنا كان
دائما لدينا من الدول الأخرى لتقدم معاهدنا وتقدم مدارسنا. للأسف الشديد الحروب والخصومات والعنف والمنازعات المجتمعية قادت إلى مثل هذا التراجع. علينا اليوم أن نعوض تلك الفترة، ونحن لا يمكن أن نعوض إلا بكم، إلا أنتم، أنتم الذين يمكن أن نستند عليهم لبناء أجيالنا القادمة ولبناء معاهدنا القادمة ومدارسنا القادمة وعلومنا القادمة. أنتم ولا شيء آخر لا يمكن لنا أن نستورد، لا يمكن لنا إلا أن نعتمد على بناتنا وأبنائنا في هذا المجال. لذلك أقول أنتم المستقبل وأنتم الأمل. نحن سعداء جدا اليوم حقيقة، سعداء جدا أن الرئاسات تكرم أبنائها وتكرم أنفسها بهذا النجاح، ونشكر الجهاز التعليمي وكل المشرفين وكل الأساتذة وكل من ساهم بالوصول إلى هذه النتائج، ونطمح إلى الأكثر، نطمح إلى الأكثر. اسمحوا لي أبين بعض الملاحظات وأثارت انتباهي بشكل خاص. أولا أنا فرح جدا أن نسبة المتفوقين من الطالبات يصل إلى الثلثين، وهي نسبة عظيمة، هاي نسبة نفتخر بها أن أخواتنا الطالبات، بناتنا الطالبات لهم السبق في هذا المجال، وهذه لها يجب أن تكون لها نتائج ويجب أن تكون لها دلائل. أن عندما يكونهن المتفوقات على هذا المستوى يجب أيضا أن يكون لهم نسبة من التفوق في المواقع الأخرى، لكن نلاحظ أن النسبة تنقلب تماما بالعكس عندما نأتي إلى الوزارات والمراكز الأولى والمواقع الرئيسية في الدولة وحتى في المجتمع، نجد العكس تماما. نجد أن تحدث عملية صد، تحدث عملية عزل، وهذا ما يجب أن نعالجه بجدية. يجب أن نأخذ الأمر بشكل جدي في هذا الموضوع، لأنه يشكل خلل كبير. لماذا يتفوقنا في الامتحانات وفي الدراسة ثم لا يتقدمنا في الحياة الاجتماعية؟ يجب أن يحصل لدينا رفع لهذا الحيف ورفع لهذا الظلم. إذا كانت المسألة مسألة كفاءات، فالكفاءة متوفرة والدليل النتائج. لا يوجد أفضل من هذا المعيار للحكم على كفاءة الإنسان. يتفوقنا هنا لكن يحصل لدينا تخلف في المواقع الأخرى، هذا أمر يجب أن نعالجه بجد وبشجاعة. بل ألاحظ مثلا أن الأناث، يعني الطالبات، لهن احتكار في فرعين أساسيين، الفرع الأدبي وفرع الحاسوب فقط. كان هناك نجاح أو تفوق لطالبات في الحاسوب وفي الفرع الأدبي، يعني يجمعنا بين علم وبين حقيقة الآداب، وهذا أيضا يبين الشأن الكبير للمرأة الذي يجب أن نوليه نحن اهتمام أكبر في حياتنا الاجتماعية. الملاحظة الأخرى، صحيح لا تزال يعني العاصمة تحتل جزء كبير من المتفوقين والمتفوقات، حوالي 39% حسب حساباتي السريعة هي في العاصمة بغداد، لكن أيضا هناك تقدم كبير للمحافظات لم نكن نشهده سابقا. كانت دائما العاصمة تحتل السبق وتحتل مركز أعلى من ذلك بكثير، مما يشير إلى تقدم في توازن التعليم في العراق، أن التعليم ينتشر في المحافظات كما ينتشر في العاصمة، وهذا مؤشر جيد يجب أن نحافظ عليه ونعززه، لأن كانت دائما أفضل المدارس موجودة في العاصمة. فاليوم عندما نصل إلى نسبة أن حوالي 60% من المتفوقين هم من المحافظات، ليس الطموح الذي نقصده نطلبه نحلم به، لكن على الأقل هذا تقدم بالنسبة إلى الفترات الماضية. الملاحظة الثالثة هي أن هناك نسبة عالية جدا من العوائل المتعففة. التفوق لم يعد ملك فقط الميسورين، هو أيضا
أصبح ملك العوائل المتعففة والعوائل التي حقيقة يعني بناتهن وأبناهن يدرسون في مدارس ليس بكلف عالية وليس مدارس خاصة تماماً، وإنما في مدارس عامة. ونعتقد هذا أيضاً مؤشر مهم يجب تعزيزه. إحنا الشعب العراقي شعب صحيح نريد الكل أن يكونون ميسورين وأغنياء، لكن بحاجة أن ندعم الشرائح حقيقة المتعففة والشرائح التي تحتاج إلى دعم إضافي من قبلنا. الأمم تعمل ما يسمى بالتمييز، التمييز هو شيء خاطئ، لكن تعمل ما يسمى بالتمييز الإيجابي، أي من فاتته فرص سابقا علينا أن نعطيه فرص إضافية لكي يلحق بالركب، لكي يكون أيضا له فرصة كما لبقية للآخرين من فرص. وأعتقد هذا شيء جدا مهم علينا كسياسة عامة في وزارة التربية أن نراعي هذا الأمر. هناك نقطة رابعة، أنا لاحظت حقيقة وجود عدد من المتفوقين في المناطق المحررة، في نينوى، في الأنبار، في صلاح الدين، في ديالى، في مناطق أخرى محررة، بعض مناطق كركوك، لكن النسبة ليس بالمستوى المطلوب، وهذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي لن يكون طبيعيا في السنوات القادمة. لكن اليوم بسبب قصر الفترة بين التحرير وبين الامتحانات قد يكون هذا أمر ممكن تعليله بهذا الجانب، لكن علينا أن نهتم بالمناطق المحررة اهتمام متزايد لكي نعوضها عن سنوات الحرب وعن سنوات توقف الدراسة، أحيانا توقف كامل وكلي في المناطق المحررة. علينا أن نولي هذه المناطق اهتمام متزايد لكي تعوض عن الفترة التي فاتتها، ونعتقد هذا أمر يجب أن يحظى باهتمامنا، كما يحظى باهتمامنا أمر النازحين والذين هجروا من مناطقهم ولم تتوفر لهم ظروف طبيعية سواء للدراسة أو حتى لتوفر معاهدهم كما يجب. يعني في الختام أنا لا أملك سوى أن أشكر الجميع، أشكر معالي الوزير والوكلاء والمستشارين والإداريين والمشرفين وكثير من المعلمين والمعلمات الذين أشرفوا على وصول هذه النسبة من المتفوقين وساهموا حقيقة بتفوق هذه النخبة الكوكبة من طالباتنا ومن طلابنا بهذا الشكل. وأشكر عوائل المتفوقين خصوصا، لأن نحن كلنا يعني آباء ونعرف ما يبذله الآباء من جهد مع أبنائهم مع بناتهم للوصول إلى هذه المستويات المتقدمة، فنحن على هذا المنبر نشكرهم، وكل ما ستتلقونه من تكريم لا يعادل التضحيات التي قمتم بها من سهر الليالي، من القلق، من المتابعة، من الجهد المبذول، لا يعوضها. مهما قدمنا لكم من تكريم فهو لا يعوض من التضحيات الكبيرة التي قمتم بها. فأنا باسم الحكومة العراقية، مجلس الوزراء، أتقدم بالشكر الجزيل لكم، رفعتم رؤوسنا عاليا، وإن شاء الله من تقدم ومن خير إلى تقدم وخير أكبر. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.